المهم يا بنات، ها هو راه كرم. دابا غنحاول نحيدو غير بهاد الطريقة هادي. شتو ايوا المكونات البنات، نشدو خديت الكركديل كنوريه ليكم. ها نتوما الكركديل راه طحنتو، ولكن ها هو كيفاش اللي بغات تمشي تشري. ها هو هذا، نقرب لكم الكاميرا. هو هذا شو كيداير، مشيت عند العطار وجبتو من عنده. يلا خديتو اليوم، جبتو راه طحنت، طحنت واحد القياس اللي غنستعمل دابا باش ما يجرحكمش. طحنوه وغربلوه، طحنت واحد جهد المعلقة. وانا هذا اللي بقى، هذا اللي بقى ليا في الصفايه غنشدو نخليه باش غندير الماسك الرجليه. غنشارك معكم نهار اخر ان شاء الله. دابا نشارك معكم الماسك اللي غندير لوجهي، كيعطي واحد النظره زوينه للوجه، كيخلي لك الخدودات ديالك حمرين. ولكن طبقوه بالطريقه هذه. خليت نستعملو رجلي. معلقة ديال النيدو، حليب مجفف، معلقة، ومعلقة ديال النشا. المكون الأساسي هي البيضة باش ناخد غير الصفار، نستعمل غير الصفار بوحدو. ونخلط. ها هو المكونات، شتو شتو. دابا هداك الصفار البيضة هو باش نخلطو هاد المكونات كاملين. نخلط ونجزو بعدا كاين هاد البيضة، حاولو تمجزو مزيان هاد الخليط. تا هو شتو عجبني، قلت والله تا نجربو معاكم ان شاء الله. انا اول مرة غنديرو، شريت لي هاد المكونات هادي، نجربو واش نيت مزيان ولا لا. المهم انا الناس دعيو معايا التجارب اللي كندير لكم، دعوات الخير صافي، دعيو معايا بالشفاء. يفوتني الصداع حتى انا ونولي لاباس ان شاء الله. المهم هذا هو القوام ديالو، صافي انا غنطبقو على وجهي نوريكم. المهم البنات، هانتوما كطبقو على الوجه، تاخدو شيته بحال هكا فرشات وطبقو على الوجه بحال هكا. صافي انا ندير الماسك لوجهي كامل ورجع معاكم. كما شفتوا هنا ما قيسش عينيا كاع نهائيا، شفتوا. يلا اختي نوضي تهلا فراسكم، تقابل حتى واحد تبقى تجمعي مع العيالات من هنا ولا من هنا، بعد ما يفيدك نوض تقعدي وجدي نهار العيد ديالك. تهلا فراسك بلا عيد، تهلا فراسك. المهم يا بنات، ها هو راه كرم. دابا غنحاول نحيدو
غير بهذه الطريقه هذه شفتوا. نكملوا ونرجع معاكم البنات. انا حيدته راه شويه بعدا مابقاش وجهي كي كان. انا وجهي الله بديت كندير ليه في الماسكات ونتهلا فيه مع المرض وداك الشيء، راه عاد بديت كندير ليه. دابا ملي كتساليو من هذا الماسك هذا ريشه المرطب اللي كديروا في وجهكم، لا كان باقي النهار ديروا ليكرو اللي كتوافق من وجهكم. هذا الشيء اللي كاين. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم والدعم ديالكم والبارطاج مع الحباب ديالكم والصحاب، ولا بغيتوني شي وصفه نشاركها معكم ديال الشعر مرحبا والف مرحبا.